السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة سيموكوك. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا لاصالات سيزار فاسيل كيف ما غادي تشوفوها في لي زوتيل في لي ريستورون. خليكم معايا تشوفوا لا فيديو. لتحضير سلطة سيزار او سلطة القيصر، اول شيء نقوم بغسل الخس جيدا بالماء البارد والخل. وبالنسبة لتحضير الصلصة نحتاج 50 ملل من كريمة الطبخ و4 معالق من المايونيز، 25 غرام من جملة البارميزان المبشورة، وملعقة كبار، وعلبة أنشوقة، حبة ثوم، نصف ليمونة، وعشر حبات عين جمل. وبالنسبة للدجاج يبقى خياري، ويمكن استبداله بفواكه البحر أو بدون أي شيء حسب الطلب. بعدما نفرم كل المكونات نضعها في إناء ونمزجها مع بعضها البعض حتى يتكون لدينا خليط لزج. ولمن يتوفر على الخلاط كهربائي يمكن استعماله بشرط أن نقوم بقطع كل مكونات إلى قطع صغيرة حتى لا نحصل على قطع في الصلصة. نكمل خلط الصلصة جيدا ونضيف المايونيز والكريمة حتى تتجانس ونتركها على جنب ونقوم بتجهيز الدجاج. وبالنسبة للدجاج نقوم بقطعه شرائح رفيعة ونتبلها بالفلفل والملح. لو يتوفر لديكم زعتر يابس يمكن إضافته حتى يعطي نسمة للدجاج. نقوم بقلي الدجاج في مقلاة ساخنة مع القليل من الزيت حتى يستوي، ويمكن استعمال الفرن حسب الرغبة. وبعدما يستوي نقوم بقطعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك نتركه على جنب، ونقوم بتجهيز أوراق الخس نقطعها إلى قطع صغيرة حسب الرغبة ونضيفها إلى الصلصة. للإشارة يجب وضع أوراق الخس في الصلصة وقت تقديمها. نمزج السلطة جيدا حتى تتجانس ونضعها في طبق التقديم على شكل هرم، ونقوم برش القليل من جبنة البارميزان على السلطة، ثم نضيف قطع الدجاج ونقوم بتقديمها. كما تلاحظون هذا هو الشكل النهائي، وأتمنى أن تروقكم الوصفة وشكرا لكم على المتابعة. خوتي خواتاتي، فوالا لا سالاد الي بريت. كنتمنى تعجبكم لا سالاد سيزار، سي تي اون غوسيت فرونسيز فاسيل. فوالا شوفوها معايا، بولي لا صوص لا سالاد رومان، جو بو ديغوستي افيك ان بو دو بولي اي لا بارميزان، ايلي بون هان، ديليسيوز.